يبدأ موسم الثلج عندنا من شهر الخامس، بداية نهايات شهر الخامس، وسط شهر الخامس، وإلى نهايات شهر التاسع أو وسط شهر التاسع. الإقبال دائما يكون بشهر السادس والسابع، تعرف درجات الحر تكون عالية، فيبدي موسمنا بهذا الوقت. ايضا انقطاع التيار الكهربائي عن المدينه يدفع بالناس الى الاقبال الى شراء الثلج، فنلاحظ انه بارتفاع درجات الحراره وانقطاع التيار الكهربائي تزيد الحركه والاقبال على الثلج. كهرب ما يعني ما يلحق، واثنين المي هم ينقطع، يعني المي تانكي حار، لما يجي يخلي الثلج مال الثلاجه بالترمز انتهى ذاب، فمجبور انه يجي يشتري ثلج. بالقرى احنا القرى ياخذون من 10 قوالب يصلن منهم 5 من درجه الحراره، يمو على الثلج. هالمكان وبعيد غيرها.